اذا تبغى تشتري اغراض من روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. فاذا تبغى تشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. كل طرق الدفع متوفره وعلى جميع المنصات سواء ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، خليكم المقطع. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. اليوم راح نلعب 1 في 1 وراح نتصرف معكم. ف والله لما نصير برونز 1 ولا برونز 2 يعني ان شاء الله. عموما لعبت انا 3 ايام تقريبا. الجيم الاول فزت، الجيم الثاني فزت، الجيم الثالث كنت مأفك بدايه الجيم شباب، ابو جاب 6 اهداف. حاولت اني ارجع في النتيجه ما قدرت صراحه، كان لي قدرت مشوف في اسال شباب، ها اللي يبغى يشتري ركت باس، اللي يبغى يشتري اي شيء. خلونا نبدا ونشوف وش يطلع معنا رانك. انا اتوقع ان في النهايه راح نطلع برانك الدايموند. لايك، اشتركوا اذا ما انتم مشتركين. ليتس جو. او بابو يقدر، والله قدر. حلو، لا والله اني ابغى من تحت. ادري اني بنط. تكفى لا، اعطيها سيلينج بعدين بنش. حلو، كلوز يا اخي، كلوز. لا يا طق الخايسه. حلو يا البلوك، والله بلوك اليوم. تاخرت. حلو الكنترول، تاز. طق، ليش مو فوق؟ هذي ايش؟ يستهبل. اوكي. الله سوري يعني نبغى نفوز ونخلص بسرعه. انا اسف يا ترك 305، يعني خسارتنا اللي قبل شوي كانت سيئه قبل التصوير. حلو. انا بحاول استقعد ان قدرت. عاد كويس، اشوف طقه ثانيه. هذا ناوري دايركت لي ولا ايش؟ كلازون. والله اني ما ادري جد، شيء غريب. ولا ناوي يعطيني اهداف ولا وش؟ ما ادري صراحه. اوب يا سيف، يا ساتر السيف. فهمني انه بفيك، هو فهمني، كلنا فاهمين بعض. وش اسمعنا الحمد لله. في كيف؟ ادري انه بيسوي كذا. يوم شفت فرصة تبلق لازم نستغل. انا ليش اتفرج ترى ما ادري كذا، تعرفون اللي استيعابك يوقف فجأة. انا اسف. هي كانت برا، ليش صدها كذا ما ادري. تصير. انا اسف. طيب خلنا نتعذر. طيب يعني في البدايه اصلا كان يسوي فريستايل ويبغى يضيع ذاك الهدف، بعدين اعطاني كور، بعدين ما ادري ايش صار. جيم غريب، اقسم بالله جيم غريب. خير دخلنا، والله طولت. لا يورب ولا مدل ايست ولا شيء. شوفوا كيف دخلنا الحين يورب. بسم الله، الله يستر. لعب الجانب ما ادري شلون جاي. شوف كيف كورة تمغط، اطر عليه. شوت الخايسه ذي، خلنا نشوف يطقها زي ما توقعت. مو بطاقة، اوب كذا صاروخ على طول. والله البنج عالي يا شباب، والله البنج عالي. حرام، شوف اللاك كيف رجعني. هذا ناوي يفجرني، ناوي يسوي كل شيء. ايه ايش فيه؟ ما ادري كيف طقني زي كذا، بس اوكي. هدف، عطى هدف. تبليكته غريبة. هذا عنده تايتل جراند شامبيون توني لاحظ. لازم نستفيد من الفرص. ما اتوقع الشوت هذه، ما يتوقعها. اتوقع اني بروح اخذ بوست بعدين شوت. لا الخم، اقتل حيله كذا. انا اسف والله اني اسف، بس 1 في 1 كذا اللعب. اجيب اهداف بعدين اقدر اطقطق. انه يقدر يرجع النتيجه على طول، مع بنج مع كل شيء. وصل جراند شابي من قبل خلاص. عارضه يقطع ام الغبنه. هذا مسوي مستقعد الحين ولا وش؟ يا عمي طير من بدايتها قد ضاعت خلاص يا عمي. الو جي جي. مشكلة اسمه يقول، كنا يقول اسكت مو محترمة شوي. اللي بعده بسم الله. اوه مدري ايش، الحمد لله. يا رب ما يكون العيب يعني ويجلدنا ان شاء الله. لا نبغى ناخذ ون ستريك يا شباب. خسرنا خسارة تغبن شوي ان شاء الله. انه اوه على طول. الو لاق
وش اللاج الغريب؟ لاحظتوا انتوا ولا؟ شباب والله استيعابي نايم كذا، مخي للحين نايم. ايش شوف اللاج، شوف اللاج، شوف اللاج، تكفى لاج، لاج والله لاج. لا برا. اوه والله العظيم جاود، ما توقعتها برا قسم بالله. رايح بكملها انا خلاص. مين؟ بو بو بو. الحمد لله اني بعدتها يا ساتر. اوكي برا. ما اتوقعها، ما اتوقعها، ما اتوقعها. الحمد لله يا ساتر. لازم نستغل انصاف الفرص، مو بالفرص انصافها. يا عيني يا عيني الكنترول اللي قاعد يصير، والله كنترول حلو والله. الله الله. يلغبنا اخ، والله ضيعته والله. في فكره اني اكسر رقبته شوي بالشوت الغريبه هذه. اوكي راح البوس. والله كنت بسوي حركه دبل تاتش بعدين يوم استخش قلت هدي يا دبل تاتش، اصلا هدت فيني في نص الطيران كذا. يا عيال سموني سلمان 1 في 1، سلمان 1 في 1 يا حبيبي. والله جلد، انا اسف ان هذا المستوى ترى ما يطلع دايم، ما ادري شلون كذا يعني صدفت معي هالمره الحمد لله يعني. يا لا لا يقطع ام الغفله لما يفوز بس. اللي بلوك اللي ما ادري كيف جاء حلو. يعني مثل ما جاب هدف الحين احس انه بيرجع في النسيج، بس ان شاء الله لا. عن البلوك ما ادري شلون جاء قبل شوي بس يعني. اخذ كل شيء. الو الو الو، شوف البلوكات يا عيال، والله العظيم شيء يغبن، اقسم بالله انه شيء يغبن. ما تمشي ما تمشي علي، هذه انا اسويها ان شاء الله بس. سوي سيلينج. يا ربنا اخ. ايوه. والله اسف، والله اني اسف، والله لعب كريه بس والله اسف. ركت لي قاعد كده هالمره، شوفوا تاخرت لحظه بس. لازم ناخذ البوست، لازم هدف. الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله. والله العظيم اللي قاعد اسوي شيء اسطوري صراحه بالنسبه لي، يعني ممكن تشوفونه شيء عادي بس بالنسبه لي شيء اسطوري. اللي متوقع اسوء صراحه. بعيده. ليش ما تفجر انت؟ ليه؟ شوف كيف تضبط له، ما تفجر سبحان الله. لا 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 لا، الله يغبنا ضيع ذي والله. امشي اسد. يلا جي جي جي. بسم الله على بركه الله، يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. حلو، لازم نروح هنا بسرعه على طول. بوم، والله هدت في الشوطه الصراحه يعني. وش اللاق اللي قاعد يصير؟ وش ذا؟ وش اللاق اللي قاعد يصير يا عيال؟ وش ذا؟ والله اني اسف بس مشت معي سلكت وفي لاق، لاق يقهر ما ادري وش هو. من خمته. ليه اتفلسف؟ قايل لكم قبل لازم اسجل اهداف بعدين اسوي فري ستايل وما ادري ايش. سيلينج بعيد ما اقدر عليه، ليش ما نزلت ما ادري. استقعد استقعد، لازم استقعد يا شباب. برا. يلا غبنا. تدخل غصب، تدخل غصب. وش ذا؟ والله العظيم قهرتني والله. ناوية تطلع، ناوية يخلصها هو. اوكي هذه هدف. الا اذا. لازم نلعب بذكاء شباب. يعني ما مو بس جهد، لازم ذكاء. سهلة، والله سهلة، والله سهلة، توقعت اجيبها. يا الله. الله الحمد لله اللي جاب بوست معي الحمد لله. يا سلام ضيعته ضيعته والله العظيم حرام. ان شاء الله يمدي. يفكر في التصديم وما يفكر في الكوره، لقم. يا ساتر وش التليبورت اللي صار؟ وش التليبورت اللي صار ذا؟
ما ادري ليش توقعت انه بيسوي كذا، والله العظيم اني جد اتكلم، ما ادري ليش توقعت انه بيسوي كذا، والحين بينسحب. عفا ما انسحب، هو ناوي يصدم، فخلاص عرفت اللعبه. صديته صديته، امشي امشي برا. سبحانك ربي، هدف. حرام ضيع، حرام ضيع. بوب هدف. يوووووس، الحمد لله يا رب، الحمد لله. والله ضيعت كثير وجبت العيد كثير. جي وحش والله، جي جي ما قصرت. باقي لنا جيمين او ثلاث ايام ونتصنف، اتوقع جيمين. وش البوست حقه ذا؟ اوكي والله بوست ينرفز عيال، والله يا ابو سينرفز لدرجه ما تصورونها. خلاص اعطيناك وجه، والله بوستك يقهر يا اخي، والله بوستك يقهر. انا اسف اللي ضدي، بس والله بوستك ينرفز، ما يخليني العب زين يا اخي. اعذر اعذر، لازم نسوي اعذار كذا. خذ خذ البوست، خذ البوست، الله يسعدك. خذ البوست ثاني، ايوه صح عليك. أنا ما أبغى يصدمني عشان كذا وخرت، أبغى أروح من الجنب وأطق الكورة. لعلها صارت سريعة شوي، مي براضية تمشي. الحمد لله الحمد لله، يعني بغت تجي إني أسجل هدف مرماي. كيف خذ البوست؟ كيف 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 يا عمي ما تسجل. جيم أخير، جيم حاسم وجراند شامبين. الله يعين الله يعين يا رب. لا تكفى لا تكفى، البنج والله البنج يا ساتر. برا ما يقدر، مو يقدر يهرب ولا مو بيهرب، ما يقدر على ذي يا شيخ. امشي امشي يلا، راح اخذ البوست، حاول انك ترجع شوف ايش تقدر تسوي. احب الاغلاط اللي زي كذا، هذه كنت اسويها ضد اللي قبل شوي. كنترول كنترول يدرس ولا لا؟ والله كنترول حلو صراحه، لازم تنصفوني شوي. اوكي انا نوب وكل شيء، بس لازم تنصفوني شوي. هي برا هذه، بس اخر نقطه بوست يا شباب، اخر نقطه بوست. لازم اذا ما اشتركت تشتركون باذن الله، ان وصلت 900000 اقرب 800000 اقرب وقت. انا وش فيني طمرت 100000؟ ما اقدر. ليش خلينا على راحته؟ والله ما توقعت انه بيقدر يسوي جمبر ست. بعد ايش؟ والله بعد ايش؟ يلا اربع اهداف يمدينا نجيبها في 13 ثانية. هل نستطيع ام لا؟ حاول الحين اكسرها يسار. شوف نقدر ولا لا. ثلاث اهداف ثمان ثواني. جيجي والبلاد، الله العظيم حرام اقسم بالله، والله ضيعت فرصة، والله ضيعت فرص واجد. شوف الرانك دايموند 2 زي ما توقعت دايموند. طيب العافيه يا مشاهد، ان شاء الله استمتعتوا، يعني ترى الوضع صعب انك تلعب ضد ناس قد جابوا التايتل الجراند شامبيون. ان شاء الله استمتعتوا، نراكم على خير في امان الله. سلام.